أعزائي المتعلمين وعزيزاتي المتعلمات، لقد تطرقتم في دروسكم السابقة إلى الضغوط التي عاشها المغرب، وهي ضغوط استعمارية لم تصل بعد إلى درجة الاستعمار. وفي مكونة درسنا لهذا اليوم هو حول نظام الحماية، والذي فرض على المغرب، وهو نظام الحماية بالمغرب والاستغلال الاستعماري. وكما تعودتم دائما في دروسكم بتطبيق النهج التاريخي باستحضار مراحله، لا بد من تحديد خطوة منهجية، وهي تتمثل في أهداف التعلم. فلدينا الهدف الأول، تعرف ظروف فرض الحماية على المغرب وآليات نظام الحماية. بالنسبة للهدف الثاني، دراسة وسائل وأشكال الاستغلال الاستعماري بالمغرب واستخلاص عواقبه على المجتمع المغربي، وصولا إلى الهدف الثالث، وهو ذو بعد مواقفي المتمثل في تقدير خطورة الأطماع الأجنبية حول المغرب في القرن التاسع عشر وجهود الإصلاح المبذولة لمواجهته. ودائما في وضع السياق، ودائما كما تعودتم من خلال البداية قبل بعد التقويم التشخيص الذي ينجزه أساتذتكم وأستاذتكم، تقومون بالتمهيد من إشكالي من خلال تحديد سياق تاريخ المتضمن للمجال والزمان والحدث. إذن كتمهيد إشكالي لهذا المكون أو لهذا الدرس، تدهورت أوضاع المغرب في بداية القرن العشرين، فصادف ذلك تزايد حدة التنافس الاستعماري حول المغرب. مهدت هذه التطورات لفرض نظام الحماية على المغرب في 30 من مارس 1920 و1000 ميلادية. شكل نظام الحماية آداة لتسهيل الاستغلال الاستعماري، ولذلك سنطرح السؤال الأول، ما هي ظروف الحماية في على المغرب وآليات نظام الحماية؟ والسؤال الموالي، ما مظاهر الاستغلال الاستعماري بالمغرب وانعكاساته على الاقتصاد والمجتمع؟ إذن بداية، هناك ظروف فرض الحماية والأسس التي ارتكز عليها. ظروف فرض الحماية يمكن التمييز بين الظروف الداخلية من تدهور أوضاع المغرب في مطلع القرن العشرين، ويمكن أن نميز على المستوى السياسي، حيث تولى المولى عبد العزيز الحكم وصغير السن، فلم تكن له دراية بأمور الحكم، مما أضعف السلطة السياسية فظهرت، حيث كان حجبه الذي تكلف بالحكم إلى غاية 1900 و1000، فظهرت تمردات وتطورات، أهمها تمرد جلال الزرهوني بحمارة الملقب بحمارة، حيث كان يطغى أو كان يذيع بين الناس ليشيع تمرده على الحكم. وعلى المستوى الاقتصادي، تراجعت موارد الخزينة بعدما تم رفض أداء ضريبة الترتيب، وهي ضريبة كانت فرضت في فترة المولى الحسن الأول، وهي ضريبة غير شرعية تفرض على الأنشطة الفلاحية، ولكن تم إرجاعها مع المولى عبد العزيز، التي فرضت شملت العديد من الفئات المجتمعية من بينها الأجانب والمحميين، غير أنها لاقت رفضا وتمردا على هذه الضريبة، مما دفع الدولة إلى الاقتراض فارتفعت المديونية وتزايد التدخل الأجنبي في المغرب. أما على المستوى الاجتماعي، تضرر السكان من المجاعات والأوبئة بانتشار الأمراض نظرا لسوء المستوى الصحي آنذاك. أما على مستوى الظروف الخارجية لفرض نظام الحماية عن المغرب، فقد تزايدت حدة التنافس الإمبريالي حول المغرب في بداية القرن العشرين، فلجأت فرنسا إلى أسلوب التسويات الثنائية، وذلك من خلال فسنة 1900 و1000 تم اتفاق فرنسي إيطالي حول المغرب وليبيا، أي استبدال المستعمرات. وسنة 1904 و1000 تم الاتفاق الفرنسي الإنجليزي بخصوص أيضا المغرب، المستعمرات بخصوص المغرب ومصر، وصولا إلى سنة 1905 و1000، وهي مثلت أزمة طنجة بين فرنسا وألمانيا، حيث زار الإمبراطور غيوم الثاني طنجة من خلال خطبته الشهيرة آنذاك، والذي أشار فيها إلى أن المغرب حر في اختيار من تكون له الوصية عليه، وهذا هو الاختيار بين الأمرين. وصولا إلى سنة 1906 و1000، حيث كان تم مؤتمر الجزيرة الخضراء وحصول فرنسا على امتيازات سياسية بالمغرب، في المقابل كان المنتظر هو تسوية وضعية المغرب، لكن كانت المأساة هو منح فرنسا مزيدا من امتيازات السياسية والاقتصادية والعسكرية على مستوى داخل المغرب. وفي 1907 و1000 تم احتلال فرنسا لوجدة والدار البيضاء، وكانت هذه من بين الخطوات التي تزعمتها فرنسا للبداية الاحتلال الغير رسمي.
وصولا إلى 900,000، حيث تم هناك تدخل إسباني في شمال إفريقيا، سواء في تطوان أو كذلك في طنجة وفي السواحل الشمالية. إذن بتضافر كل من الظروف الخارجية والظروف الداخلية، سيؤدي ذلك إلى توقيع معاهدة بين ممثلي الحكومة الفرنسية وهو السفير رينو والسلطان مولى عبد الحفيظ في 30 مارس 12 بعد 900,000 ميلادية. تم بمقتضاها تأسيس نظام جديد بالمغرب وهو نظام الحماية. أما بالنسبة لأسس ومرتكزات نظام الحماية، فهو يرتكز على كما ادعت فرنسا من خلال توقيعها لهذه المعاهدة على احترام حرمة السلطان وشرفه العالي واحترام الحالة الدينية وتأسيسها والشعائر الإسلامية باعتباره أميرا للمؤمنين. وكما عملت فرنسا على تنظيم مخزن مضبوط، أي بمراقبة الإدارة العسكرية بالمغرب، وكما ساعد كما طلب من السلطان أو فرض عليه مساعدة الاحتلال العسكري بالمغرب التي الاحتلالات العسكرية بالمغرب من خلال تسهيله لمأموريتها لفرض السكينة والتأمين المعاملة التجارية كما ادعت فرنسا خلال هذه المعاهدة. وبالنسبة لأهلية فرض نظام الحماية على المغرب، فيمكن التمييز بين نوعين: الأجهزة السياسية والإدارية بالمغرب، حيث أحدثت فرنسا إدارة استعمارية إلى جانب الإدارة المغربية يشرف على الإدارة الاستعمارية المقيم العام الفرنسي وهو الجنرال اليوطي، يتمتع بسلطات واسعة. في المقابل تم إضعاف السلطان واقتصرت مهامه على تمثيل السلطة الدينية والسياسية، أي توقيعه للمراسيم وبكونه أمير والسلطان وأمير المؤمنين فقط. أما بالنسبة للتسيير الحقيقي فكان يسيره الجنرال اليوطي باعتباره مقيما عاما بالمغرب، بالإضافة إلى بالإضافة إلى تحول نظام الحماية من نظام للمراقبة لنظام للحكم المباشر، وصولا إلى الاحتلال العسكري للمغرب والذي مر أيضا عبر مراحل متمثلة. فقبل 12 أي قبل فرض الحماية كان احتلال وجدة والدار البيضاء وفاس والرباط، بعد ذلك أي بعد 12 أي ما بين الفترتين 12 والرابع عشر بعد 900,000 تم احتلال مراكش، تازة والسهول والهضاب الأطلنطية، وصولا إلى حدود 20-900,000 حيث تم احتلال الأطلس الكبير والأطلس المتوسط، وبعد ذلك إلى حدود 26-900,000 تم احتلال الريف وخنيفرة في الشمال وفي أقصى الشمال. ثم في الفترة الممتدة ما بين 31 و34 بعد 900,000 قد تم احتلال الجنوب والجنوب الشرقي. إذن نصل إلى المحور الثاني، وكما تعودتم لا بد من التقويم المرحلي الذي اعتدتم به معه مع أساتذتكم من خلال طرح أسئلة، والأسئلة لا يجب طرح أسئلة بماذا وكيف ولماذا، ولكن أسئلة من خلال طرح الأفعال الإجرائية، أي حدد مظاهر الاحتلال الاستغلال الاستعماري سواء، وحدد الظروف الخارجية التي ساهمت في فرض الحماية على المغرب، وحدد الظروف التي ساهمت في فرض الحماية على المغرب، الظروف الخارجية والداخلية. هذا فيما يتعلق بطرح الأسئلة خلال التقويم المرحلي. وصولا إلى المحور الثاني وهي مظاهر الاستغلال الاستعماري للمغرب وعواقب ذلك على الاقتصاد والمجتمع. من خلال مظاهر الاستغلال الاستعماري للمغرب يمكن التمييز بين الاستغلال المالي، حيث كان للأبناك دور في ذلك من خلال تنشيط ومساعدة الاستعمار وتسهيل إنجاز الأشغال الكبرى، وكان الاهتمام الأساسي للأبناك وتحقيق الأرباح. أما على مستوى الاستغلال في المجال الفلاحي فقد تمت السيطرة على أجود الأراضي الزراعية سواء من طرف المعمرين أي الاستعمار الخاص الذي كانت تشجعه فرنسا كما هو الشأن بالنسبة لتونس والجزائر، أو من طرف الدولة أي الاستعمار الرسمي. تم كذلك اعتماد ظاهر التحفيظ العقاري كوسيلة انتزاع الأراضي من أصحابها. أما من حيث الإنتاج فقد ركز المستعمر على الزراعات التسويقية وتم إهمال الزراعات المعيشية الموجهة للسوق المحلي. وصولا إلى الاستغلال في المجال الصناعي، حيث ركز المستعمر على استغلال الثروات المعدنية المغربية خاصة الفوسفات. ثم كذلك الحرص على ضمان تبعية المغرب لفرنسا من خلال الاهتمام بالصناعات الاستهلاكية التي تلبي حاجيات فرنسا. وأخيرا الاستغلال في المجال التجاري، حيث شكل المغرب سوقا لترويج
المنتجات الأوروبية وجلب المواد الأولية والفلاحية، لذلك تميز الميزان التجاري للمغرب في فترة الحماية بالعجز. هذا من ناحية. أما على مستوى الاقتصادي، يتجلى تأثير الاستغلال الاستعماري من خلال تراجع مساحة ملكيات المغاربة مقابل تزايد مساحة الملكيات الأوروبيين، تضرر الحرف التقليدية من منافسة البضائع الأجنبية، وتراجع الإقبال على المنتوج الحرفي المغربي، ضعف تمويل الأسواق المغربية بالمواد الاستهلاكية خاصة في فترة الأزمة الاقتصادية لسنة 1929 والحرب العالمية الثانية التي انطلقت في 1939. إذن على المستوى الاجتماعي، تضررت مختلف الفئات الاجتماعية من تأثير الاستغلال الاستعماري، وهذا من خلال الجدول الذي سيظهر أمامكم، حيث يبرز لنا الفئات الاجتماعية من بينهما الفلاحين والحرفيين والعمال والتجار. أما بالنسبة لمظاهر الاستغلال الاجتماعي بالنسبة لفئات الفلاحين، فقد تم إدماجهم بصورة عنيفة في اقتصاد النقدي، وأرغموا على أداء الضرائب والرسوم، كما تضرروا من عملية انتزاع أراضيهم، واضطر بعضهم إلى الهجرة نحو المدن، والبعض الآخر اشتغل لدى المعمرين، ومورست عليهم أعمال السخرة والعمل بدون مقابل. أما على بالنسبة للحرفيين، فقد تعرضت منتجاتهم لمنافسة البضائع الأجنبية، وكما تطرقنا سابقا كون فرنسا كانت تعمل على تطوير زراعتها من خلال الاختصار أو التركيز على الزراعة التسويقية والقضاء على الزراعة المعيشية، فتراجعت مداخلهم وأصاب الإفلاس العديد من الحرف التقليدية. بالنسبة للعمال، لم يكن شأنهم أقل تضررا، بل حيث كانت أضواء أوضاعهم مزرية، فهناك ضعف الأجور ولم يسمح لهم بالحق النقابي، كما أرغموا على السكن في ظروف سيئة حيث ظهرت دور الصفيح. إذن بالنسبة للتجار، أيضا كان نصيبهم من هذا التضرر، حيث تعرضت أنشطتهم للمنافسة الأجانب وأرغموا على أداء ضرائب كثيرة. هذا فيما يتعلق المستوى الاجتماعي. إذن وصولا دائما إلى التقويم المرحلي وليس هو الختامي، لطرح أسئلة نحدد الأضرار أو الفئات المجتمعية التي تضررت جراء هذا الاستغلال الاستعماري، حدد وصف وفسر ظروف التي عانت منها مختلف الفئات المجتمعية. هذا من خلال الأسئلة التقويم المرحلي وصولا إلى التقويم الإجمالي، وهي كيف حدد مظاهر الاستغلال الاستعماري، وكذلك حد الفئات التي تضررت من الاستغلال الاستعماري، وصف التضررات التي او المظاهر التضرر التي عانت منه هذه الفئات المجتمعيه. في الختام، ادى الاستغلال الاستعماري الى دخول المغاربه في نضال جاد من اجل تحقيق الاستغلال بقياده بطل التحرير المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله تراه. إذن في تمرين تقويمي ساهمت عدة ظروف في فرض الحماية على المغرب، وكان من أبرزها إصلاحات القرن التاسع عشر والعراقيل التي ساهمت في محدوديتها انطلاقا من مكتسباتك السابقة، واعتمادا على ما درست أكتب موضوعا مقاليا توضح من خلاله العراقيل التي واجهتها الإصلاحات بالمغرب خلال القرن التاسع عشر وعلاقتها بظروف فرض الحماية على المغرب، انعكاسات الاستغلال الاستعماري على الاقتصاد والمجتمع بالمغرب. ونتمنى لكم التوفيق وخلال هذه السنة الدراسية، ونحن معكم دائماً.